في هذه المنطقة التي لا تبعد كثيراً عن الساحل الغربي تجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا صالح والحوثيين من جهة أخرى، وتجددت معها المحاولات المستميتة من جانب الإنقلابيين لتوسيع نفوذهم في الظهير السكاني لمنطقة باب المندب. نطاق المواجهات يشمل جبهة الخزام وذي عهدة في تخوم مديرية المضاربة التابعة لمحافظة لحج، وهي نقاط تماس مع مديرية الوازعية المجاورة التابعة لمحافظة تعز من الناحية الشمالية. المصادر الميدانية أفادت بأن الاشتباكات التي دارت خلال الساعات الماضية كانت عنيفة واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأن المقاومة في المضاربة مسنودة بمقاتلين من الصبيحة نجحت في صد عدة هجمات نفذتها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الإنقلابية. ويأتي هذا التصعيد عقب قيام الميليشيا بحشد المزيد من التعزيزات التي تجمعت في مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية. قابلتها تعزيزات مماثلة من جانب المقاومة، حيث توافد العشرات من أبناء قبائل الصبيحة إلى هذه الجبهات. ويرى المراقبون أن المعارك في هذه المنطقة المتاخمة لباب المندب من الناحية الشرقية تكتسب أهمية استثنائية، على الرغم من أنها تجري بعيداً عن الأضواء، حيث يشكل تواجد الانقلابيين فيها خطراً محدقاً بالترتيبة الأمنية التي أنجزها الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف العربي. في أعقاب السيطرة الكاملة على المنطقة الممتدة من باب المندب إلى مدينة المخا، بقليل من الإمكانيات يحاول هؤلاء المقاتلون تقليص المكاسب العسكرية للإنقلابيين في هذه المنطقة وتضييق الخناق عليهم، وهي مهمة تستدعي إسناداً أكبر من جانب الحكومة والتحالف بالنظر إلى الحساسية الأمنية الشديدة لهذه المنطقة الجغرافية من البلاد.